سلام القدسي لكم وعليكم احبائي واعزائي في هذه الحلقه الجديده من منتدى سيف القدس في هذه الحلقه طبعا هناك مواضيع كثيره متحركه في المنطقه وفي العالم تستدعي توقفا امامها من المعارك الانتخابيه الدائره في عدد من الدول يعني باوروبا في بلغاريا في كوسوفو في الانتخابات البرازيليه الحدث ال العالمي الكبير يعني بعد سنوات من الاعتداء القانوني لا قانوني طبعا على لولا دي سيلفا والآن تقدم للانتخابات ووصولا إلى حدث إقليمي كبير كلنا الليل ننتظر وغدا وبعد غد المسار الذي ستسلكه الأمور في اليمن في ضوء المفاوضات الدائرة والحثيثة الآن لاستنقاذ الهدنة في ضوء الموقف القاطع والواضح والحاسم ل انصار الله بان لا تجديد بالشروط السابقه في ضوء التجربة التي خاضها اليمنيون والتي حولت الهدنة إلى هدف بحد ذاتها وليس إلى وسيلة للوصول إلى الاتفاق السياسي وخصوصا لتحقيق المطالب اليمنية وفي مقدمتها فك الحصار رح نحاول نحن بالمنتدى نعوض يعني يكون في عنا في المطلع النقاش الزملاء الأستاذ رودا سويد من البرازيل يعطينا تلخيص عن المشهد البرازيلي والاستاذ حميد عبد القادر من اليمن يعطينا ايضا مشهد الموقف اليمني وكيف ينظر اليمنيون وخصوصا عم نحكي انصار الله وحكومه صنعاء للمسار الذي ستسلكه الاوضاع وما هي الاحتمالات وكيفيه التعامل مع كل منها لذلك ساتقيد انا بجدول الاعمال المقترح واللي يتضمن نقطتين والنقطتين كبار كثير الحقيقه لانه كل وحده منهم مثل ما قلنا نحن دائما مش عم نعمل تشريح للنص او للظرف او للحاله ونعمل احاطه من كل جوانبها وابعادها وحتى مره اخرى برجع بعيد لما حدا يقول وانت تجاهلت كذا ولم تاخذ في الاعتبار كذا، نحن في مقاربتنا عم نحكي عن تراكم مع بعضنا له يعني سنوات وعديد من الحلقات وبالتالي عم نجي من الجديد، ما هي الاشارات والمعاني والابعاد الاضافيه التي نستطيع التوقف امامها في العنوان الذي نقرر ان نتناوله ونتداول فيه في هذا الملتقى. العنوان الاول هو خطاب الرئيس بوتين، والعنوان الثاني هو المسار الذي يسلكه او في طريق ان يسلكه موضوع ترسيم الحدود البحريه للبنان في ضوء الوثيقه الخطيه التي تسلمها لبنان وحكومه الاحتلال على السواء من الوسيط الامريكي، وطبعا لما عم نحكي عن الوسيط الامريكي عم نحكي عن صانع اللعبه في المنطقه ومدير يعني التوازنات خاصه في الضفه التي تقف فيها اسرائيل تحت العباءه الامريكيه والرايه الامريكيه ومخطئ من يتخيل ويتصور ان هناك شيء امريكي يعني يحتاج الى نقاش في كيان الاحتلال مثل ما عم بيحاول نتنياهو يخبرنا هلا على كل حال بس نوصل رح نحكي عنه سابدا من موضوع خطاب الرئيس بوتين انا شخصيا يعني اعتبر مع هذا الخطاب ان النقاش حول التفاصيل واليوميات التي تتصل بمستقبل او مسار الحرب في اوكرانيا اصبح تفاصيل فاقده للقيمه رايي الشخصي طبعا يعني بفوتوا على لمن ما بياخذوا لمن بيتقدموا الاوكرانيين في جبهه هنا جبهه هناك، انا رايي نحن الان امام تحول اكبر بكثير وهذا التحول الاكبر بكثير اختصر المتغير والجديد فيه بنقطتين كبار وخطيرين ومفصليين ومخطئ من يعني يقزم المشهد هناك لمجرد مواجهات عسكريه تدور على هذه الجبهه ويعتبر ان المسار اليومي للاحداث عليها هو الامر الذي سوف تبنى عليه الاستنتاجات والتوازنات والمعادلات في شيء اكيد خلينا نبلش منه يعني اي حدا بقارب المشهد حليف عدو صديق مؤيد معارض معنا ضدنا في شيء اكيد اليوم صار انه هاي الحرب ما عاد بتنتهي الا اما بكسر راس روسيا او بكسر راس امريكا خلص الامور حتى الرئيس بوتين في هذا الاطار في اطار انه هاي معركه هاي الاراضي روسيه مش اوكرانيه ومش عم نفاوض على حياد اوكرانيا عملنا كل الجهد اللازم طوال 8 سنوات من 2014 ل 2022 كي تبقى اوكرانيه على قاعده تطبيق اتفاقيات مينسك ومراعاه ذوي الاصول الروسيه واحترام حقهم في تقرير المصير وفي متابعه حقوقهم الثقافيه والانسانيه ونيل مساواه وعداله امام القانون الاوكراني الغرب كان شريكا في اتفاقيات مينسك لم يبذل أي مجهود إذا لم يكن متواطئا مع حكومة زيلينسكي اللي هو لا يصفها إلا بالانقلاب الفاشي وبالتالي خلص الأمر انتهى هنا الحل الوحيد بأن تستعيد روسيا ما كان لها وبالتالي بما في ذلك من مخاطرة ب بنحكي عن معناها الثاني يعني من مخاطرة بفتح الخرائط لأنه هون عم نطلع من معادله احترام الحدود المسجله في الامم المتحده واعتبارها يعني من الثوابت التي لا جدال حولها انه نحن وصلنا الى محل الان خلص هاي الاراضي روسيه وبالتالي اما ان تهزم روسيا وبتفوت اوكرانيا بدعم غربي تسترجع هذه الاراضي ولن يتوقف القتال يا بتتفكك روسيا هيك خلينا نحط الامور كما هي ويسقط نظام الرئيس بوتين يا تنتصر روسيا في هذه الحرب ويسقط زيلنسكي ويتغير المشهد في أوروبا اللي شايف الأمور أقل من هيك أنا برأيي ما عم يقرأ مضبوط المشهد عم بشوف القصة بحدود شكلية لا صلة لها بالواقع القائم وبالتالي نحن قدام معركة هذا هو حجمها حجمها إما أن يسقط نظام الرئيس بوتين في روسيا وهذا يعني تفكك روسيا وهذا يعني تغيير في الخرائط وهذا يعني رضوخ روسيا للمشيئه الغربيه الاوروبيه وتحقيق الاحلام التي بنيت اصلا على استيلاد الاتحاد الاوروبي بالعام 94 بنيه ان يكون هو الواجهه التي يتم من خلالها التقرب من القلعه الروسيه املا باسقاطها والحصول على الغاز الرخيص والحصول على المواد الخام الرخيصه وسواها واما ان تصمد روسيا وتثبت روسيا وبالتالي تفوز روسيا وانا هون بالحلقه الماضيه يعني البعض بعت لي انتقادات لما عم اقول انه روسيا آه انه في مليون ونص اوكراني وبالتالي الحرب ما حدا يستهين فيها يعني روسيا مش عم تواجه طاقه البشريه لما بصير وراها كل المال الغربي وكل السلاح الغربي اللي متخيل انه الجيش الامريكي والجيوش الاوروبيه رح يقدروا يقاتلوا روسيا افضل مما يتم قتالها الان كمان ما بيعرف شيء بالعسكر يعني نحن بمرحلة الحرب على سوريا أنا من الذين قالوا من اليوم الأول أي غزو أمريكي لشو الغزو الأمريكي بيكون حمير الأمريكان أغبياء جهلة إذا بفكروا يجيبوا الجيش الأمريكي على سوريا وين رح يلاقوا عشرات الآلاف المستعدين للموت كما يموت جماعة القاعدة وجماعة داعش وجماعة الإخوان المسلمين وبالتالي إذا كان التعب والعجز عن بذل الدم هو الذي هزم الأمريكي في العراق وهو الذي هزم إسرائيل في 2006 لأنه أكيد مش اللي هزمهم الطاقة النارية التي رمت بها المقاومة الطاقة النارية للمقاومة عام 2006 كانت أقل بكثير من حجم الطاقة النارية الإسرائيلية ولكنها لأن الإسرائيليين كما قال لهم موشي أرينز أصلا في مؤتمر هيرزيليا عام 2007 مشكلتنا أننا أولا كشعب ثم كدولة وجيش نريد نصرا بلا دماء شعبهم ما عاد بده يقدم دم هذا اللي كان عام 48 عنده قضية عم بقاتل من أجله ومستعد يموت من أجله انتهى خلص ما عاد موجود وبالتالي العجز عن بذل الدماء جاء من يبذل الدماء بدلا منه إذا بتزوج نارك ومالك ومخابراتك وأقمارك الصناعية لهؤلاء البشر المستعدين للموت بتكون غبي وأحمق إذا بتجيب بدالهم من يكلفك مالا أكثر وليس مستعدا لبذل مستوى مشابه من الدماء فافضل ظروف الحرب الامريكيه اعلى ما تستطيع امريكا ان تفعله في مواجهه روسيا هو ما تفعله الان يعني الموضوع مش موضوع انه امريكا عندها فرصه اذا دخلت بالجيش الامريكي ان تنتج افضل واذا دخلت الجيوش الاوروبيه ان تنتج افضل وهي لانها لا تريد الاشتباك مع روسيا فبالتالي تحجم لا ابدا القتال بالاوكرانيين هو أعلى مراتب القدرة البشرية التي يمكن توفيرها لأنه في بعد وطني في بعد حتى ديني في بعد عقائدي عند النازيين واستعداد لتحمل بذل الدماء صار هذا الجيش الأوكراني رايح منه مئة ألف على الأقل في بعض الأرقام بتقول مئتين ألف وبالتالي هو لو بالجيش الأمريكي الجيش الأمريكي يعني بالعراق ما تحمل خمسة آلاف قتيل والجيش الإسرائيلي في لبنان ما تحمل مئة قتيل وبالتالي هذه جيوش تدرك وقياداتها تعلم انها باتت عاجزه عن بذل الدماء وان اي حروب يجب ان تخوضها عقدتها الاولى ليست الطاقه الناريه، ليست الاموال، ليست المعلومات الاستخباريه، ليست الاداره والسيطره وليست الـ الـ الامكانات الماليه بل هي من يبذل الدماء في هذه الحرب. وبالتالي اذا نحن في مشهد الحرب فيه لما عم نحكي عن المشهد الاوكراني لا, لا لا الروسي مستخف ولا نحن لازم نستخف، هذه حرب ضاريه وهذه الحرب الروسي سيتعامل معها ببرود وبهدوء لانه عارف مداياتها وعارف ابعادها وعارف لوين بده يوصل منها، الهم الاول للروسي الان انا على الاقل بحكم يعني متابعتي للحد الادنى من العلوم العسكريه والمعطيات العسكريه اقول قضيه الروس الان ليست الجغرافيا، قضيه الروس الان تدمير القدره البشريه الاوكرانيه. تدمير البنيه التحتيه لنقل الذخائر، تدمير القدره المعلوماتيه المشتركه وقنوات الضبط والسيطره المشتركه بين الاوكرانيين والامريكيين وبعدها بتصير الجغرافيا سداح مداح المرحله الحاسمه الفاصله من وجهه النظر الامريكيه الاوكرانيه هي الجغرافيا المرحلة الحاسمة والفاصلة من وجهة النظر الروسية هي القدرة البشرية الاوكرانية، منظومة الضبط والسيطرة ومراكز الطاقة الاستخباراتية، هذا عم نحكي عن اوكرانيا لكن انا برايي الحرب طالما نقول وإذا هذا الكلام مبالغة خلينا نقوله طالما نقول بأن الحرب خلص دخلت مرحلة قاتل مقتول، غالب مغلوب، منتصر مهزوم، فبالتالي نريح حالنا من ما عادت نص أو أيام وأسابيع خلص هذه حرب لن تنتهي بتسوية هذه حرب ستنتهي الرئيس بوتين كان واضح بالنسبة لروسيا روسيا التاريخية واحد والعظيمة ثانيا وبالتالي معادلة روسيا في مواجهة أوروبا في مواجهة أمريكا بنظام عالمي جديد يعني حرب عالمية بكل ما تعني الكلمة من أبعاد هلأ تلويح الرئيس بوتين باستخدام السلاح النووي وتلويح نائب الرئيس مجلس الامن القومي مدفيدف بانه بمعنى القول ان السلاح النووي جزء من العقيده القتاليه عندما تتهدد روسيا وحدودها انا برايي اعطى اكله لانه مجرد القول لزيلنسكي الان انه لا مكان لك في الناتو هي قواعد الاشتباك على اساس قواعد الاشتباك هذه ستخاض المعركه ببعدها العسكري عندنا صار ثلاث مسارح المسرح الاول هو الحرب الاوكرانيه وبدنا نفتح عيننا لما بنقول الحرب الاوكرانيه يعني اوكرانيا بشر وجغرافيا مش بس جغرافيا ايمتى بتبلش روسيا هلا في كلام انه الجمعه بيكون استكملت كل الاجراءات القانونيه والدستوريه بيطلع بيان لوزاره الدفاع وبيحدد يعني القواعد التي سيتم اعتمادها في المعارك لكن بمعزل عن هذا في بعد اسمه الجغرافيا، في بعد اسمه البشر تدمير المراكز والمواقع، وفي بعد اسمه تدمير ادوات الخدمه اللوجستيه التي لها صله بمراكز الضبط والسيطره، لها صله بخطوط الامداد اللي انا اتوقع ان تكون يعني تحت النار بكثافه، وانا رايي كييف ستكون تحت النار، على كل حال بكره بنشوف شو قواعد الاشتباك اللي راح تعلنها روسيا، بس انا برايي بعدما اصبحت هذه المقاطعات روسية وبعد أن يكتمل هذا الجانب من الإنجاز القانوني والدستوري برأيي أن قصف كييف ومحطات القطارات ومحطات الكهرباء والجسور والطرق وخطوط الإمداد والحدود والمعابر الحدودية كله سيكون جزء مما سنشهده في الفترة غير البعيدة من هذه الحرب وبالتالي هذا مسرح هذا المسرح يرمي الأمريكي والأوروبي مالاً وسلاحاً وخبرةً وتدريباً وتجهيزا وطاقه ناريه ومعلومات استخباريه واقمار صناعيه بكل ما لديه من امكانيات على الاقل من اجل ايجاد توازن لا يتيح لروسيا ان تعلن انها انجزت استكمال المقاطعات الاربعه تحت سيطرتها هذا مسرح. المسرح الثاني هو اوروبا وقدرتها على الصمود أمام مأزق الطاقة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لن تطول حتى تظهر نتائجها وبالتالي نحن هون وهذا ما رح يحل مشكلته لا, لا الغاز الأمريكي ولا غاز المتوسط ولا غاز إيران لأنه هم مجموعهم مع بعض كلهم بأمنوا 40% وبالتالي على أوروبا ومبين الأمريكي لأنا برأيي أي واحد أيضا بحلل شوي بيقدر يعرف لو عم نحكي فقط عن السيل الشمالي واحد يعني عن نور ستريم 1 كنا بنفهم انه والله ينقال يمكن الروس عملوها لانه ما بدهم يعلنوا عن الاقفال فهذا اقصر الطرق للاقفال لكن نور ستريم 2 هذا ما بده يعني ما بده زكى الواحد لا يعرف انه هي الامريكان وراها لانه هذا الخط الاحتياط القائم اللي كان يفترض ان يشغل اصلا وقرر الالمان بطلب امريكي اعلان تعليق العمل به قبل ان يبدا مكلف مليارات الدولارات حديث وعصري جاهز في اي وقت تتم تسويه سياسيه لان يكون هو خط الامان بالنسبه للاوروبيين هذا عم بيقول ما في تسويه سياسيه واذا في تسويه سياسيه اوروبا ما عندها امكانيه ترجع لتتفاهم مع روسيا وبالتالي على اوروبا ان تواجه قدرها باغلاق امكانيه التعاون مع روسيا وهذا ما في حدا غير الامريكان لهم مصلحه فيه أو من يلوذ بفلكهم من أدوات مخابراتية ممكن أن يناط بها مثل هذا العمل إذا ما كانوا الأمريكان مباشرة هم الذين قاموا بالتنفيذ، لكن هذا عمل يستحيل بالعقل أنك تتخيل أنه في حدا روسي أو بخص روسيا أو قريب من روسيا ممكن أن يقوم به، وبالتالي حتى الآن عم تعلن روسيا أنه هذا ممكن أن يعاد تصليحه بس ما حتى تصليحه بات يحتاج الى الايرادات المقابله من ممكن لانه بلطيك المناطق التي تم فيها استهداف الخط وتفجيره فيها غواصات امريكيه وروسيه بنفس الوقت وبالتالي يعني مش سهل ان تقرر روسيا منفرده الذهاب الى الاصلاح وتنفق على هذه العمليه وليس امامها يعني هي عم بتقول نحن فينا لحتى يطلع رد اوروبي يقول نحن نرحب لكن هذا لن يحدث واضح كمان ان الحكومات الاوروبيه مهما بلغ مستوى الضغط سواء داخل اوروبا او في المسرح الاوكراني لن تتمرد على المشيئه الامريكيه وبالتالي الرهان على تواضع اوروبي على خطوط التسويه مع روسيا كمان هذا انتهى وبالتالي لما نتحدث عن المسار الاوروبي الداخلي عم نتحدث عن مسار الفوضى وعن مسار الاضطرابات وعن مسار التشظي و قد يصل الامر الى انتفاضات واسقاط حكومات ومش بس انتخابات يعني في شيء اكبر يجب ان يحدث وانا اعتقد اننا سنشهد مع نهايه العام ومطلع العام القادم عم نحكي عن حرب طويله والرئيس بوتين لما بيقول هي حرب طويله كان دقيقا في قوله هذا وهون انا بدي ارجع اذكر كمان لما دخلت روسيا الى سوريا وتموضعت في الحرب الى جانب سوريا ما بالايام الاولى يعني مجرد ما بدات مثل الحملة التي بدأتها في أوكرانيا تذكروا أن الأتراك أسقطوا الطائرة الروسية وفتنا بمرحلة سبعة من شهور مجمد فيها الوضع إلى أن أجبرت تركيا على العودة إلى ما يسمى بيت الطاعة الروسي لما قطعت العلاقات والمصالح يعني كسد الموسم الزراعي ومات الموسم السياحي وبدأت المصارف تصرخ من سحب الودائع الروسية لحتى تركيا اتخذت موقف آخر وسعت إلى طلب الصفح الروسي وتلبية الشروط الروسية بالتالي يعني الأمر مش أن روسيا بسوريا اللي هي شكلت نقطة التحول في المقاربة الروسية للتوازنات الدولية ولنظرة روسيا لموقعها على الساحة الدولية ما كانت كلها خط مستقيم يعني مش من اليوم الأول بلشت روسيا بأي أماكن دخلت روسيا وقتها بتعقيد لا ليس أقل على كل حال من التعقيد الموجود الآن في مشهد أوكرانيا يعني فاتت على جغرافيا محاطة بتركيا الأطلسية من جهة محاطة بالوجود الأمريكي الاحتلال الأمريكي للعراق من جهة أخرى بكيان الاحتلال المعلوم سلفا بانه امتداد عضوي للسياسات الامريكيه من جهه ثالثه وبالتموضع الامريكي السعودي في الاردن من جهه رابعه ومعها مجموعات الارهاب والتكفير وسواها وقررت منهجيه معينه في الفكفكه للبعض بدا يعني ما قدر يستوعب معناها فصار ساعه يقول انه الروس ناعمين مع الاتراك ما بدهم يزعلوهم وساعة ليش الاسرائيليين منطق ادارة الحرب بيحكم عليه بنتائجه وبنتائجه حتى الان على الاقل يعني اذا اخذنا من تاريخ اخر عمل عسكري بال2018 عم نحكي عن ان تحرير اكثر من 80% من الاراضي السورية تدمير المشروع الجغرافي لتنظيم داعش اللي بقي عنده مجموعات مبعثره تواصل المناطق الجغرافيه السوريه التي كانت تحت سيطره الدوله السوريه واسقاط اي امل لكل اعداء سوريا بدا الكل يتحدث وعلى كل حال مش يتحدث حتى في السياسه بدا يفتح القنوات وبعضه فتح السفارات وليس القنوات فقط وتركي الان يعني يتقدم خطوه باتجاه التسليم بنهائيه النصر السوري هذا كان جزءا من رؤيه وبالتالي حسابات الرئيس بوتين في هذا المجال لا يؤاخذون اللي عندهم ملاحظات وعندهم ماخذ اظهرت براعه ومهاره وعنكة وذكاء استراتيجي في اداره هذا المستوى من الحروب الدوليه وهو الان امام حرب من نوع مختلف لكن بتعقيدات لا تقل عن التعقيدات التي واجهته في سوريا ويضع خططا لكيفيه التعامل مع هذه التعقيدات الزمن فيها بيّن من التجربة في سوريا أنه مش كثير أساسي في الحساب الروسي لأنه عم نحكي من الـ 2015 نحن بال2022 سبع سنين روسيا وهي تقاتل في سوريا أو وهي موجودة عسكريا على قاعدة الدور الذي اختارته في اليوم الأول لقرار الدخول فما بالك الآن وهي في الجوار يعني ما عنده مانع بحرب عشر سنين الرئيس بوتين إذا حدا مفكر انه القصه بتنتهي بجمعه وبجمعتين او اذا ما انتهت بجمعه وجمعتين فهو سيعتبر بانه هزمونا وانه وهو لا يصغي لهذه البروباغندا التي تتحدث عن انه ما بصير من شان مهابه روسيا تتحمل سقوط الطائره ومقتل الطيار الروسي على يد الاتراك سبع اشهر لرجع اخضع تركيا لمشيئته وجاء بها الى الحظيره التي يريد لها ان تكون ضمنها وبالتالي كيف سيتصرف باي ايقاع باي تسارع ما حدا يحط الامور في دائره اليوم وبكره وبعد بكره واذا ما شفنا تغير سريع فمعناته ان روسيا في وضعيه تراجع روسيا مدركه على مستوى رئيسها وقيادتها ونخبها والكتله التاريخيه اللي معهم بانها امام معركه مصيريه وان هذه المعركه ستقرر مستقبل روسيا مش مستقبل مكانتها العالميه مستقبلها كجغرافيا سياسيه، مستقبل وحدتها، مستقبل دولتها، نظامها السياسي، استقلالها السياسي والاقتصادي، قدرتها على التحكم بثرواتها، وبالتالي اما ان تقفز روسيا الى مرتبه دوله صانعه لنظام عالمي جديد او ان روسيا ستشهد عمليه ترويض وتطويع وتفكيك كما كان مقررا لسوريا. هذا وهذا بيفتحنا على المسرح الثالث للمواجهة اللي هو الداخل الروسي الآن طبعا نحن سنكون أمام حالات رفض للانضمام إلى التعبئة وسنكون أمام ثورة ملونة وسنكون أمام احتجاجات في الشارع وسنكون أمام حرب على وسائل التواصل الاجتماعي وأمام انشقاقات يمكن بالقيادة الروسية تطلع وتحكي وأنه بوتين ورطنا مثل ما سمعنا رياض حجاب رئيس حكومة سوريا الاسبق بالفلوس بالتاثير اللوبي اليهودي بتاثير المخابرات الاوروبيه الحرب مفتوحه على كل الاحتمالات والمسرح الثالث للحرب هو الداخل الروسي والرئيس بوتين مدرك وهذا صحيح يعني مش انه هو متخيل هذا صحيح ان الكتله التاريخيه الكبرى المطلوبه من اجل الفوز بهذه الحرب متوافره يعني 70 ل 80% عم يحكوا 87% او 88% مع الرئيس بوتين، الرئيس الاسد كان معه اقل من 50% وكان في 25% حياد و25% في الضفه الاخرى وانتصرت سوريا. وبالتالي الان اذا اللي ضد الرئيس بوتين 10% بس هول عم نحكي على بلد ال 250 300 مليون 350 مليون يعني عم نحكي عن ملايين الناس اللي ممكن نشوف منهم مثل ما عم نشوف هلا بايران يعني انه هاي القدره الامريكيه على الحاق الاذى والازعاج والتشتيت والتشويش والانهاك والاستنزاف ما عادت ممكنه بواسطه الحروب، وهن نفسهم عم يعترفوا بانه مش قادرين يخوضوا حروب، فهم يذهبون الى حرب الجيل الخامس اللي هي نوع اثاره الثورات الملونه وتحريك الشغب والاضطرابات والفتن وخلق الازعاج الداخلي، قوه كل نظام اذا مش متماسك حول قضيه تشكل العصب الذي يعني يلتف حوله بعد اجتماعي، سياسي، عقائدي، جغرافي، قومي، وطني، ديني يعني بايران 70% مع النظام الايراني عظيم. طيب ما في 30% بين اصلاحيين وبين قوميات فيها بعض الجماعات المتطرفه، وبين جماعات حريات وهول انه ما حدا يتخيل انه لما بنقول ايران انه معناتها الشعب الايراني مثلا كله اذا بتقول له المقاومه بيقول لك روحي في ده المقاومه، مش صحيح في جزء من الايرانيين لا يستهان به بين 20 ل 25% من الايرانيين كان يخرج في عام 2008 ويطلب بان المدد الذي يذهب لقوى المقاومه نحن احق به وكانوا مئات الالاف اللي يطلعوا بالمظاهرات انا في مره من المرات كنت هناك وشهدت مظاهرات على ابواب جامعه طهران اذا بتذكروا ما سمي بالحركه الخضراء، يعني الان ولا شيء اللي عم بصير قدام اللي صار، ونجحت القياده الايرانيه في التعامل والاحتواء والاداره بقوه انها تمثل الغالبيه التاريخيه الكاسحه مش بس الوازنه. بسوريا كانت الغالبيه الوازنه وانتصرت بايران كاسحه بروسيا اكثر من كاسحه، لانه اللي ما بيعرف انه في روسيا بالحرب العالمية الثانية ناس ما قاتلت دفاعا عن الشيوعية ولا قاتلت دفاعا عن ستالين ولا قاتلت دفاعا عن الحزب الشيوعي قاتلت بقوة ذات الروح التي تقاتل بها الآن الوطنية الروسية التي تتداخل فيها روح الإمبراطورية التاريخية مع الثقافة الدينية مع تشخيص الهوية الروسية المتداخلة من كل هذه العناصر وبالتالي الآن نعم هناك اللي بيعرفوا بيشوفوا بتابع وبيسال الناس اللي بيعطوه معلومات صادقه وانا لدي بعض الاصدقاء اللي بستعين فيهم في محاوله فهم وبمراحل سابقه كانوا مثلا يوم الدخول الى سوريا لما كنت اسال ليش مثلا في هذا الموضوع المبين بطيء الموقف الروسي يقولوا بدكم طولوا بالكم عليه للرئيس بوتين لان الشعب الروسي ليس وراءه لانه في تاثير كبير لللوبي اليهودي وفي تأثير لبعض الشركات المالية التي تقول أنه نحن مصلحتنا نجذب السعودية فلا تستفز السعودية والذهاب إلى الحرب في سوريا سيستفز الخليج وغيره الأوروبيين ومصالحنا مع أوروبا الآن ما هذا الش... هم يقولون لي أن هذا غير مسبوق لا بالانتخابات ولا بغير الانتخابات كان بوتين زعيما هو الآن الزعيم هو الآن المخلص هو الان المنقذ بنظر المواطنين الروس العاديين بالنسبه الغالبه طبعا طيب هذا بيعني شو؟ بيعني في مسرح اشتباك اسمه الداخل الروسي فاذا عندنا ثلاث منصات يجب مراقبه مساراتها. منصه اوكرانيا الحرب جغرافيا وبشريا وما الى ذلك منصه اوروبا اقتصاديا اجتماعيا شعبيا تبعاتها السياسيه تداعياتها ومنصه الداخل الروسي طبعا انا شخصيا مش لانه رغبتي قراءتي قناعتي بعقل بارد انا واثق من ان روسيا ستنتصر بالمطلق في هذه الحرب ومثل ما كنت بمرات على لما يكون عندي هذا اليقين وهذه الثقه وهذه القناعه بالحساب العقلاني بالحساب البارد خارج اطار الحماس والانفعال والمشاعر والعواطف وقادر اقول ليش مش انه عم بحكي بالمغلق يعني بالمبهم انه روسيا ستنتصر واحد لان الامريكي والاوروبي لا يدافع عن مستقبل امريكا ومستقبل اوروبا ما جاي الروسي يهددوا بعقر داره الروس الان يشعرون انهم مهددون في عقر دارهم الروس يعتبرون ان امريكا التي تخوض الحرب هي واوروبا بواسطه اوكرانيا تريد اذلال روسيا وهم ذاقوا مراره هذا الاذلال لما روسيا سنة التسعين تفكك الاتحاد السوفيتي وأتيح للغرب أن يصبح هو السيد الحاكم في العالم ما بدي أقول نحن شو قرأنا أنا بدي أرجعكم على وثيقة بيكر هاملتون اللي صدرت بتشرين تاني سنة 2006 واللي عم تقيم المشهد الدولي واللي عم بتقول لماذا فشلنا في العراق وبتعدد الأسباب ومنها بتعدد وبتقول موضوع مثلا بالمنطقة استعدينا شعوب المنطقة بسبب التبني المطلق لإسرائيل إلى آخره لكن تبدأ من وين؟ تبدأ من المشهد الدولي تقول في المشهد الدولي إن, المع... إن التعامل الأرعن الذي أراد إذلال روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ولم يقبل أن يتعامل معها بشكل منصف بصفتها دولة عظمى وهي دولة عظمى بجغرافيتها وحجم اقتصادها ومواردها من المواد الخام وقدرتها النوويه ان هذا الاستفزاز سوف ينتج تبنيا روسيا لخيارات سوف تدفع ثمنها السياسات الامريكيه في مراحل لاحقه وهو يدعو لسرعه الانعطاف نحو الانفتاح على روسيا والاقرار بمكانه روسيا وللتشارك الندي المنصف مع روسيا كدوله لا يمكن تجاهلها في المجتمع الدولي طبعا هذا شيء ما تم مثل ما كل بيكر هاملتون كبسله الزبالة بما فيه الإقرار والاعتراف بإيران نووية بما فيه الإقرار والاعتراف بسوريا دولة إقليمية فاعلة بما فيه التخلي عن الدعم الأعمى لإسرائيل والذهاب إلى المبادرة العربية بغض النظر عن رأينا فيها لكن عم نحكي في تلك المقاربة بما فيها حق العودة للاجئين بما فيها القدس الشرقية بما فيها هذا البايكر هاملتون انكب واول ما جرى رميه في سله المهملات كان هذه النصيحه المتصله باعاده النظر بالتعامل مع روسيا، اللي هي شو بتقول؟ اللي بتقول لما بيحكي انتم شوفوا نبره بوتين لما بيحكي عن موضوع تفكيك الاتحاد السوفيتي، انه كان اليوم الاسود في تاريخ البشريه، انه في ذلك اليوم وهو حاكي اصلا بيقول بكيت في ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم انا بدي عيدكم بعد منها حرب صربيا وتفكيك يوغوسلافيا والتي كانت عمليه استفزاز وامعان في الاذلال للروس لانه هون عن شو عم تحكي؟ هون عم تحكي عن السلافيين عم توجه رساله للروس هذا ما سنفعله بكم اذا تمردتم على المشيئه الامريكيه اليوم صربيا وغدا روسيا هذه هي المعادله كانت الروس لم ينسوا ولن ينسوا هذا ولذلك انه عم يحكوا عن اوكرانيا ما حدا بيطلع بيحكي عن اوكرانيا الا وبيذكر بيوغوسلافيا وكما فككتم الخرائط واعدتم النظر بالخرائط ها نحن نفك الخرائط ونعيد النظر بالخرائط وبالتالي هي حرب وجود الان بالنسبه للروس هذا عامل وهذا لا ينطبق على الاطلاق لا على الاوروبيين وعلى الامريكيين عم بحكي بمعنى الهويه الوطنيه بمعنى الشعور بالتهديد الوجودي ليست روسيا مصدر رغم كل النفخ الاعلامي الذي يقوم به الاعلام الاوروبي والاعلام الامريكي والاعلام الغربي عموما ما قدر يولد عند الاوروبيين حتى عند اليمين الاوروبي انه لازم نتضامن مع اوكرانيا لكن لما بتشوف حجم مكانه القضيه الاوكرانيه روحوا على الجمعيه العامه المتحده وشوفوا بخطابات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات شو الحجم اللي اخذته ازمه غذاء وازمه طاقه الحكي عن شيء اسمه القضيه الاوكرانيه كان غائبا عن خطابات الرؤساء بمن فيهم حتى المتعصبين يعني الوقوف لا لانه ما في راي عام يتقبل هذا هذه المبالغه وهذا التضخيم وبالتالي ما في قضيه مصير وجود بالنسبه للمواطن الاوروبي العكس هو الصحيح الاصوات التي تخرج واللي سمعناها على منبر البرلمان الالماني على سبيل المثال انه ماذا تفعلون؟ انتم بذريعه معاقبه روسيا تعاقبون الشعب الالماني وتشردون اليد العامله الالمانيه وتضخون الاموال بالمليارات في خزائن الامريكيين من خلال تحويلهم الى مصدر بديل للغاز المرتفع الكلفه بالنسبه لاوروبا، وكثير من المصانع الأوروبية وعلى رأسها الألمانية بدأت تحجز أماكن في أمريكا حيث يعرض عليها الغاز الرخيص وإمكانية أن تنتج بكلفة أقل لأن العنصر المتغير الوحيد في القدرة التنافسية الآن هو الجانب الذي تمثله كلفة الطاقة وبالتالي بأوروبا الصوت اللي عم ينمو واللي عم يكبر مش الصوت اللي عم بيقول روسيا جاي لينا أومو لنشوف شو بدنا نعمل الصوت الذي يكبر وينمو داخل أوروبا هو الذي يقول ما هي مصلحتنا في ولماذا يعني أنه لما بيطلع ماكرون بيقول هذا هو ثمن الحرية كم من الفرنسيين يصدقه بأن عليه أن يقدم هذه التضحية أنه ما تتحمموا مثل ما قال لهم بوتين هاي نصائح لشعوب أنه ما تتحمموا ما تاكلوا ما تدفوا نحن عم نقاتل من, من أجل المبادئ شو هي المبادئ المب... هي الهيمنة والسيطرة و... التحكم بالشعوب الاخرى وبخياراتها وحرمانها من ثرواتها ومن حقها بالاستقلال، بل وانا برايي هون اصاب الرئيس بوتين وخاطب مساحات عريضه من الشعوب العالميه عندما تحدث عن تصدير نظام قيمي وانا برايي انه نحن في وقت ما يعني انا تقصدت بفتره انه ما نفتح نقاش حول موضوع المثليه والتشجيع على المثليه، لكن انا رايي انه هذا موضوع سياسي استراتيجي هذا له علاقه بتصنيع بنى وشرائح في المجتمعات مستعده عندما تنخرط في هذا النمط القيمي والثقافي الجديد بتصير لانها ستتعرض للنبذ ولانها ستتعرض للقهر هو بصيروا مقاتلين يعني اشداء في المعسكر الغربي هو الايديولوجيا البديله التي يسعى هو الحزب الجديد الذي يسعى الأمريكيون لإنشائه في دول العالم وهم يثقون من مش موضوع تحمس للمثلية هن دارسين أن الدول التي تقيم اعتبارا للديانة المسيحية أو للديانة الإسلامية أو للبوذية لن تستطيع أن تتقبل هذا وبالتالي هؤلاء سيصبحون حزبا منشقا في أممهم وشعوبهم ولا ملاذة مثل قصة أن الإسرائيليات الصغيرة التي كانت تحلم إسرائيل ببنائها من خلال تفتيت المنطقة على أساس طائفي ومذهبي الخطر سيدفع الجميع إلى الحضن الإسرائيلي لأنها الحامي الأكبر بين هذه الدويلات القائمة على أساس عرقي وديني وطائفي وعنصري كذلك الأمر حزب المثلية ومثله بكرة راح تلاقوا كثير نماذج جديدة سيتم تصديرها ثقافيا حيث ثمة شعور أنه في أرضية بشرية إنسانية للون لوجهة لصيغه يمكن ان تستقطب وتكون ضد المتعارف عليه ضد السائد في المجتمعات لا تاتلف مع المالوف سيشتغل عليها الامريكي ويجعل منها حزبه الجديد بل احزابه الجديده التي يقاتل بها والتي يراهن عليها ويستثمر عليها، وبالتالي نحن قدام هذا المشروع هذا هو المشروع التغييري لما بيحكي الرئيس بوتين عن أنه نعم أنتم تريدون الهيمنة الاقتصادية المصرفية السياسية العسكرية الثقافية والقيمية طيب هذا المشروع في مواجهة له اليوم في العالم وهذا المشروع مواجهته في العالم مثل ما حكى الرئيس بوتين أيضا ليست حكرا على روسيا كل دولة مستقلة حريصة على مكانتها وعلى استقلالها الاقتصادي والسياسي والثقافي والقيمي تواجه وهو أشار إلى دولتين هندي قلب المحور إلى جانب روسيا لأن الصين وإيران الهند بعد عم, عم توقف على إجريها شيئا فشيئا لكنها يعني شريك في البعد الاقتصادي لكنها لم تصل إلى الصف السياسي لكن أنا برأيي ستصل وبالتالي هذا المشهد الدولي ليش إذا طيب لما حكينا عن سوريا أنا أذكر ما بعرف اللي كانوا يتابعوني في تلك الأيام أه بعتقد بال 2012 كنت على التلفزيون السوري واسال عن موضوع كيف سيكون الموقف الروسي بمطلع شباط قبل التصويت على القرار اللي كان مطلوب على الفصل السابع بناء على طلب الجامعه العربيه وكانوا كلهم هونيك سعود وحمد وهذا وعاملين الشغل و... فانا اجبت قبل اربع خمس ايام ان روسيا ستستخدم الفيتو. بيحكيني احد الاصدقاء الاساسيين في الدوله وبيقول لي انه يعني بركة طلة نحكي شوي فسالني عندك معطيات يعني نحن ما عندنا معطيات معطياتنا حتى الان ان الروس لم يحسموا بعد قلت له بعرف لكن انا اتحدث من زاويه قراءه التحليليه هم الان لا يعلمون وهم الان يحاولون ان يتفادوا الذهاب للفيتو قال لي مزبوط قلت لكنهم في اللحظة الأخيرة عندما تغلق كل الطرق وعندما يفشلوا في أن يصلوا إلى حل معقول لو في تنازلات وبيضغطوا عليكم فيها وبيقولوا لكم انه اضطرينا بس تحملونا تفهمونا مثل ما عملوا مع لبنان بال15 59 رجعوا تذكروا يعني انه الروس مش دائما كانت مواقفهم في تلك الفتره عم بحكي كانت روسيا قلقه وكانت روسيا حذره وهذا تقولوا لكنهم سيجدون هذه حرب لم تدخلها امريكا لتصنع فيها تشويه هاي حرب كسر عظم وبالتالي الروسي عندما يصل الى تلك اللحظه سيذهب الى الفيتو بل خليني اقول لك اكثر من هيك وانا طلعت وحكيته على التلفزيونات قلت انا على يقين انه اذا اقتضى الامر في لحظه ما عم بحكي 2012 ان يتدخل الجيش الروسي كله والجيش الايراني كله كي لا تسقط روسيا سوريا فإن هذا سيحدث لأن سقوط سوريا سيعني تغيير وجه العالم طيب إذا هذا عم نحكي عن سوريا بالنسبة لروسيا طيب ماذا عن روسيا بالنسبة للصين وإيران لنروح للأبعد بالنقاش يعني للي بيقولوا أنه ممكن الوضع بروسيا وهذا أنا بدي أقول هاي الحرب إذا هزمت فيها روسيا لن تقوم قائمه لا لا ايران ولا لا الصين ولا لا اي حركات تحرر ولا اي مستقبل لكل الذين يطلبون نظاما عالميا جديدا لذلك ما حدا يحط بحسابه انه في ناس ناويه تحيد وفي ناس معتبره انه عنده مجال أن تكون في موقع مختلف الان الامريكي يجب ان يضع في حسابه انه يقاتل نصف العالم باقل من ربعه لانه اللي معه هني اقل من 10% من العالم وبالتالي في هذه المواجهه، هذا عامل ثاني. قلت العامل الاول الشعب الروسي وقتال الشعب الروسي. العامل الثاني هو ماذا لو ماذا لو العالم كله في مكان اخر؟ والذين سيدفعون الاثمان لا لن يدعوا الامور تصل الى هذا، فاذا اذا لن تصل هي لن تصل، انا واثق من امكانات روسيا ومن قدرات روسيا، لكن للي بده يحلل هذا يعني أن الصين وإيران ومعهما كثير من الحركات وقوى المقاومة والتحرر في العالم لن تدع هذا يحدث وستضع كل ثقلها من أجل انتصار روسيا لأنه انتصار لخط كسر الهيمنة ورد الاعتبار لمفهوم التوازن والعدالة على المسرح الدولي هاي العامل الثاني العامل الثالث الاقتصاد العالمي اقتصاد الأصول بيتحمل، أنت لما عندك طاقة وعندك غذاء الباقي بيصير تفاصيل، هذا هو الحال في الصين المستندة إلى روسيا وإلى إيران في موارد الطاقة، وهذا هو الحال في روسيا، وهذا هو الحال في إيران. لكن الاقتصادات التي تتوقف على الدورة اليومية لمعاملها ولمنشآتها وللبورصة وللمصارف، من شو بتأكل؟ ورق؟ وبالتالي الاقتصاد العالمي الذي سينعكس واللي بتابعوا اقتصادي يبقوا يتذكروني كيف سيكون عليه حال البورصة في مطلع 2023 إذا مش قبل بس أنا من هلأ قبلكم أنا هاي أنا وإن شاء الله الأيام جاية ومنذكر بعضنا الله يخلينا طيبين 2023 مطلع ومطلع ومش عم بحكي بآخر 2023 ستنهار بورصات الغرب ستنهار بنوك رح تفلس وشركات رح تسكر لأن العصب الأساسي الذي تقوم عليه هو اللعبة المالية واللعبة المالية هي من الآن أكثر من ألف مرة للعبة الاقتصادية الحقيقية فماذا ستكون عليه إذا انهارت اللعبة الاقتصادية الحقيقية تقطعت شرايينها وشرايينها يعني التجارة العالمية والتجارة العالمية دورتها تبدا بالطاقه وانابيب الطاقه، وقلب الاقتصاد العالمي لم يعد امريكا هو اوروبا، واذا اوروبا تجمدت الدماء في شرايينها، شو بصير بالاقتصاد العالمي؟ سينهار، وبالتالي عناصر تشكيل المشهد الجديد اللي بتخليني اقول على ثقه مطلقه من الانتصار الروسي هي هذه العناصر الثلاثه. ولنا طبعا لقاءات نتابع ونكمل فيها نقاش لما أخذ الحديث كله عن هذا الموضوع لأنتقل إلى الموضوع الثاني لأنه لا يقل أهمية وخطورة وحساسية كذلك بذات الطريقة مش بطريقة العودة إلى الأصل ومن أين بدأت قضية الترسيم ومشاكلها وعناصرها والخط 29 والخط 23 أنا رح أحكي عن ما أراه جديدا واحد نحن للمرة الأولى منذ عشر سنوات ب2012 استلمنا وثيقة خطية اسمها وثيقة فريدريك هوف بالأمس استلم لبنان وثيقة خطية اسمها وثيقة عاموس هوكشتاين فإذا نحن بين عشر سنين اللي بده يناقش السياسة الأمريكية السياسة الإسرائيلية موازين القوى دور موازين القوى السياسية الداخلية في لبنان العسكرية والتقليدية في المنطقة موازين الردع وحضورها أفضل شيء أفضل شيء بيقدر يعمله هو يأخذ الوثيقتين ويقارنهم ما حدا يجي يقول شيء تاني انسى التسعة وعشرين والتلاتة وعشرين والسبعتعش عشر والواحدة وخمسين ولا في قدامك وثيقتين أميركيتين وحدة عاملة فريدريك هوف بال2012 عم بيقول للبنان يا هاي يا ناموا على ريق بطنكم وبقوا منيمين لبنان عشر سنين على ريق بطنه عشر سنين اجى بعد منه ديفيد ساترفيلد قال ما عندي شيء احكي لكم اياه ب 2018 غادر ديفيد ساترفيلد لان لبنان رفض القبول بخط فريدريك هوف هلا وين لبنان غلط بالمره الاولى بسبب السنيوره بالترسيم مع قبرص بعدين المئات وصلتوا الدراسه الاوروبيه البريطانيه اللي بتقول بالخط 29 حط بالجارور وراعي الخط 23 هذا مش انا اللي عم نقول. انا عم اقول قدامنا وثيقه هوف اللي بتقول للبنان 55% من المساحه الفاصله بين الخط 1 والخط 23 ووثيقه هوكشتاين اللي بتقول كامل المساحه للبنان وزياده عليها كامل حق القناه اي جزء من المساحه الفاصله بين الخطين 23 و 29 هذا التحول على كل حال هو بيعبر عن امريكا عم تقوى وعم تضعف مش بس عن ازمه الطاقه مش بس عن ان امريكا لا ترغب حروبا جديده في ظل ما يجري في اوكرانيا وايضا لانه كل اللي حرك الموضوع كل اللي حط الموضوع على الطاوله كل اللي فرض ايقاع متسارع في ملاحقه ومتابعه هذا الملف هو حضور المقاومة ووضع صواريخ المقاومة على الطاولة وتحديد معادلتين واحدة زمنية زمانية واحدة مكانية في الزمانية الموعد الذي تقرره إسرائيل للاستخراج هو موعد الحرب ما لم يحصل لبنان على مطالبه وسمحت السيد كان دقيقا منذ اليوم الأول لم يقل حقوقه قال مطالبه كما تقررها الدولة اللبنانية لأن حقوق لبنان قد تكون شيئا اخر وهي فعلا شيء اخر مثل لما بنحكي عن البر بالبر لبنان الكبير سنه 1920 لما عملت حدوده بقرار الجنرال غورو كان يضم 31 قريه تعرف باسم قرى الحوله والان بيعرفوها اللبنانيين باسم القرى السبع منهم 250 الف تم تجنيسهم بعد اتفاق الطائف لانه ما كانوا ماخذين الجنسيه اللبنانيه باتفاقية باولو نيو كامب التي كان يصمم فيها الفرنسي والبريطاني حدود الأمن للهجرة الصهيونية وللعصابات الصهيونية لأنه اللي بيعرف بالجغرافيا تاعت المنطقة وأخوتنا الفلسطينيون اللي معنا هون بيعرفوا أكثر من غيرهم أنه سهل الحولي إذا ما كانت الخطوط التلال الفاصلة بجبل عامل هي الحدود الفاصلة سهل الحولي يعني خلص الجليل كله وبالتالي أمن الكيان المجمع إقامته لأنه عم نحكي باولو نيو كامب بعد وعد بيلفور 1917 عم نحكي 1923 والتي أسقطت على الدستور اللبناني عام 1926 شو طبط منها القرى السبع طيب المقاومة ما بتعرف أنه القرى السبع يعني ال 31 قرية وبلدة لبنانية بلا بتعرف أصلا في جزء من قادتها هم أبناء هذه القرى وأبناء هذه البلدات لماذا لم تعتبر ان الجنوب لم يتحرر وان عليها ان تمضي في القتال حتى التحرير؟ لقناعتها بانه خط الحدود الدوليه الذي تلتزمه الدوله اللبنانيه والذي يشكل الاطار المرجعي لقانونيه مشروعيه حركه المقاومه تحت عنوان تحرير الارض اللبنانيه لا يغطي هذه المساحه. لكن باي متغير قادم يعني اذا تم الدخول للجليل هاي القرى مش بس بدها تتحرر بدها تتحرر بده يرجعوا سكان عليها وبالتالي مثلها في بالبحر قطعا قرى سبع اخرى ضاعت لكن المعادله قراءه المعادله حتى تستقيم حتى يكون في فهم استراتيجي للذي يجري ما في اسرائيل برات امريكا يعني لو اسرائيل مش موافقه لو ما الى مصلحه لو ما هذا حساب امريكي اسرائيلي واحد بالحد الادنى هل حساب الامريكي الاسرائيلي الواحد عم بيقول فشلنا هيك بدنا الامور هي معناتها فشلنا في ان نحصل على ما طمحنا اليه مع السنيورة بال2007 ثم فشلنا في ان نحصل على ما طمحنا اليه بخطة فريدريك هوف عام 2012 رغم تجميد كل إمكانية للبنان وأنا شخصياً أميل للقول في اسباب كثير للمواجهه مع المقاومه وللتحريض على المقاومه ولتفجير الانهيار بلبنان الذي انتج مزاج الغضب الشعبي اللي توج ب 17 تشرين واللي كانت مجهزه جماعات المجتمع المدني المشغله والمموله من الامريكيين والاوروبيين لتركب موجتها وتدير وجهتها في جزء كبير من هذا كان له صله بالترسيم ما حدا ليكن اللي هلا عم بيزايدوا على المقاومة وعلى الرئيس عون وعلى الموقف اللبناني بموضوع هذا دخلكم وين كانوا لما السنيورة أعطاهم كامل المساحة بين بين الخط 23 وبين الخط واحد حدا يجيب لي تصريح أنا فتشت اليوم جوجل موجود ما خليت اسم إلا ودقيته على جوجل لشوف شو حاكي عن اتفاق الترسيم بين لبنان وقبرص اللي كانت فيه البدعة التي استند إليها الاسرائيليون في اعتماد هذا الخط الحدودي ولا واحد منهم بما فيهم من يبلغ عمره الان 75 و76 سنه واسمه باحث تاريخي ومرجع قانون دولي والى اخره فتحت توربيناته وكربراراته بس على 23 خيانه 29 حقوق لبنان طيب وين كان يوم الخط واحد؟ وين كان يوم الخط هوف؟ في معركه خيضت من اجل اضعاف لبنان مقاومته دولته لفرض الرؤية الأمريكية الإسرائيلية في حقول النفط والغاز حتى العقوبات شو بدي هلأ أمل والتيار الوطني الحر بكل أسف حتى هلأ نازلين مزايدات على بعض هذا بيقول لولانا وهذاك بيقول لولانا وهذا بيقول لو تركت للآخر لضاعت وهذا بس بجوهر الأمر ليش تعاقب علي حسن خليل أمريكيا وليش تعاقب جبران باسيل أمريكيا إذا هني مش عارفين أنا بعرف كرمال الترسيم أن يقبل نبيه بري وأن يقبل ميشيل عون بالتنازل عن الحد الأدنى الذي يمكن أن يؤمن حقوقا للبنان وبالتالي هون أنا بدي أقول نعم كان في المقاومة عبر حليفيها اللي هني ما حدا منهم بيتفق مع الثاني نجحت في أن تبني جدران حماية ودفاع تحول دون نجاح لأنه اللي, اللي, اللي رفض الخط خط هوف لحد ال2020 كان الرئيس بري هو الماسك الملف وعم بيتابعه من ال2012 ما بيقدر التيار الوطني الحر يقول انه هو وقتها كان وراء رفض خط هوف، ومن ال2020 صار الملف بعهدة رئيس الجمهورية لولا ثباته ولولا صموده ولولا حتى حسن ادارته تلويحه بتوقيع المرسوم الذي يعتمد الخط 29، هاي المناورة اللي عملها توقع المرسوم ونحط بالجارور وبقي بده توقيعه لولا حسن الاداره قياده الجيش اللي يمكن نختلف معها على 100 قصه لكن خبراء الجيش اللبناني لا لو ما نحط الخط 29 ما صار حقل كاريش متنازع عليه لانه بالخط 23 هو غير متنازع عليه لو ما التسعة 29 على الطاوله وتحول حقل كاريش الى حقل متنازع عليه ما كانت المقاومه على الاقل في البدايه تملك القدره على القول بما انه حقل متنازع عليه حتى ينتهي التفاوض الى اتفاق يحسم مصير الحقول فبالتالي ممنوع الاستخراج منه حتى ينال لبنان مطالبه. بهذا المعنى انا اللي بدي اقوله انه هناك معركه سياسيه تفاوضيه وطنيه تم خوضها بكامل الادوات بطريقه ناجحه، كان فيها نقاط ضعف وثغرات باماكن غير مسيطر عليها مثل اداء السنيوره بالبدايه، مثل اداء مئاتي لما وصلوا بترسيم او المقترح البريطاني حول الخط 29 وأهمله لكن في الحاصل الإجمالي عندما نأخذ لأنه نحن بمعركة أنه إذا تحرر جزء من الأرض ما واقفين عنده وكذلك جزء من الثروة نحن الآن أمام معادلة البعد الأول فيها في قراءة المشهد لأنه المعلومات واضحة الآن أنه الخط 23 حق القانا ما في مترتبات للخط البحري على الحدود الدولية بريا وعلى التحفظات اللبنانية على الخط الأزرق بالمقابل لبنان سيتمكن يعني يرفع الحظر عن عمل كامل الشركات وتنال دولة لبنانية وثيقة تؤكد هذا من الشركات بأنها يعني ستبدأ بالعمل بالتنقيب عم نحكي بشكل أساسي توتال طيب هذا كله صار موجود هذا بالمقارنة مع 2012 نحن أمام يعني تشيما خريطة مشهد بياني يسمح لنا بأن نقرأ ميزان القوى الإستراتيجي. ميزان القوى الإستراتيجي وفق مقاربة 2012 2022 يقول: إن الخط الوطني المقاوم انتصر داخلياً وانتصر إقليمياً وانتصر عسكرياً وانتصر قانونياً 2012 2022 تنتقل امريكا واسرائيل من تحييد الحقول الدسمه في الحضن الاسرائيلي الى صيغه ما لتقاسم هذه الحقول الدسمه. طيب البعد الثاني بهذا هذا ما بيتم الا على قاعده اقرار ضمني بامرين والامرين مهمين. الامر الاول هو الاقرار بان هذه المقاومه التي خيضت عليها حملة شيطنة طوال عقدين على الأقل من عام 2000 أنه بلاويكم شو سببها حزب الله جوعكم حزب الله مزعوبين من البلاد الخليجية حزب الله مالكم ما بيتحول من, الأف... من أفريقيا وغيرها حزب الله الآن بتوقيع أمريكي وبتوقيع تاني إسرائيلي لولا حزب الله بصوت نتنياهو لولا حزب الله لما نال لبنان باب الخلاص الوحيد المتاح أمامه من الانهيار الحتمي والكارثة المحققة هذا إقرار وهذا الإقرار ثقافة وهذا ما حدا في حول دون تداعياته دون نتائجه رجع بعد منه وقول أنه حزب الله هو سبب الأزمة مين بده يصدقك هذا واحد اثنين هذا إقرار بفشل سياسة الانهيار أنت عم تحط لبنان على ضفة هلا مجرد ان توقع في 25 ل 40 مليار دولار جاهزين من الشركات كدفعات اولى مسبقه من اجل الحصول على امتيازات هذا البير وهذا البير وهذا البير وهذا البير ولديهم مسوح ما يكذبوا علينا يعني ضحكوا علينا المره الماضيه لما قالوا ابار استكشافيه وطلع نصه لا طلع فاضي لا طلع مش اقتصادي كل اللي بيعرفوا بهذا القطاع العلمي بيعرفوا إنه ما عادت الآبار الاستكشافية إلا لتحديد مدى الحفر عرضاً وعمقاً وليس للتحقق من وجود الثروة النفطية أو الغازية. صار بالأقمار الصناعية وبعمليات السبر الليزرية الإشعاعية تستطيع أن تشخص كل طبقات المياه إلى حد عشرات الكيلومترات أنك تقدر تقول هون شو فيه وهون شو فيه وهون شو فيه وهون عجر وهون مي وهون سائل وهون غاز وهون 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 إلى أخره. وحجمه وكثافته ونوعيته ودرجه جودته وهذه يعني يؤكدها الخبراء الروس والخبراء الايرانيون ان وطبعا موجود عند الغرب كفاءات اعلى من تلك الموجوده عند الروس والايرانيين في هذه المجالات وبالتالي هاي الشركات اللي من الان بلشت تفتح بواب القطريين حابين يشرفوا والاماراتيين حابين يكون لهم النصيب و و و هذا يعني ان سياسه اسقاط لبنان اقتصاديا ودفعه نحو الانهيار والمجاعة مش بس ثبت فشلها يسلم صاحبها هلأ بلش يحكي اسمعوا لبيتشو عم بيقول انه الازدهار هذا بضعف حزب الله عظيم ما هو كان هيك الفلسفة قبل هلأ عم تلاقي فلسفة للواقع الذي فرض عليك لكن الفلسفة التي كنت تتبناها أنت وسيدك الأمريكي تقول إذا جاعت الناس ستثور على حزب الله هلا طبعا انت مضطر انك تسلم بالانتعاش والازدهار الاقتصادي وبفشل سياسه الانهيار بدك تبلش تخبرنا هلا وبكره انتظروا باليورك تايمز وبالواشنطن بوست وبالفورين افيرز مقالات وتحليلات وفزلكات عربيه ولبنانيه تحكي انه ايه شو عم تقولوا الانتصار هو الامريكان طلع معهم انه الطريقه الامثل من اجل محاصره المقاومه انه شبع عين اللبنانيه وشبع جيبتهم واذا ازدهر الوضع الاقتصادي طيب وين كانت هاي الفلسفه قبل اربع سنين وثلاث سنين وسنتين طبعا التاقلم مع الهزيمه بينتج نظريات بس حدا مننا لازم يقبل ينضحك عليه بهذه النظريات من الذين نظروا للمجاعه ونظروا للانهيار لا الناتج سيكون عندما يكون هذا الازدهار هذا لو الازدهار جبتولنا اياه انتم بدون سلاح المقاومة وبدون هذه المعركة وفكيت الحظر عن لبنان لهلا لهلا الفيول الإيراني على الطريق والكهرباء من الأردن والغاز من مصر بعد ما اجت الرسائل الأمريكية يعني من البنك الدولي التي تسمح به وصار سنة وشهرين على موعد الإعلان عن أنه خلص فكينا الحظر بدكم أنتم تأخذونا على الازدهار لو مصر ماي العتيقة على رقابكم يا أمريكان ويا إسرائيليين وحضور المقاومة وسلاح المقاومة كنتوا رح تقبلوا للبنان أن ينهض من هذا القعر الذي وضعتموه فيه وبالتالي في التفاصيل في نقاش ومقبول ومنطقي ومانو مزعج أن تقول الناس آرائها بشرط بشرط أنا مع أنه اللي بده يقول أنه المقاومة كان يجب أن لا تقبل بعد ما بنعرف الا رأي المقاومة ولا رأي الدولة بس أنا بدي افترض الدولة إبلت والمقاومة بناء على قبول الدولة سهلت اللي برأيه أنه المقاومة كان يجب أن لا تقبل وأن تمضي إلى الخط 29 بده يفرجينا تصريحات لإله موثقة عام 2007 تدين موقف السنيورة وعام 2011 تدين اعتماد ميقاتي للخط 23 وعام 2012 تقول انه خط طوف انا ما عم بحكي عن الزملاء هون وعن لا أنا عم بحكي عن الشخصيات اللي الآن والتلفزيونات ومقدمات نشرات الأخبار اللي حاملة على كتافها كل العداء للمقاومة واللي الآن صارت شغلتها تمهد لتقول أنه لا المقاومة باعت والمقاومة تنازلت والمقاومة تخلت عن المصلحة الوطنية هول من لا مصداقية له ولا صدق له اللي بيرد عليه وبيقبل يناقش معه هو حر يأجر عقلاته نحن ما من أجر عقلاتنا انا يعني اكتفي بهذا القدر وقد اكون يعني تجاوزت قليلا يمكن او بعدني بالوقت ما بعرف سلام القدس لكم وعليكم دائما وابدا لحظات وننتقل الى القسم الثاني وهو منتدى الحوار